الأرض مثلي زي أيوي أيوي ذو تانك يو ذو مستر براون ذو مستر بلين دن 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 يوار يوار ذب ويوك أي كوني هذا شوف هذا الفيلم يطبق لو كان مشي مريم مقتلة حسين يطبق انا ما طبقش صغار الله تاع فامي تاع السياح يا فوروات صبريه راكم تعرفوا من الصور تاع عائله سياحيه وصور تاع عسكري تاع الشاطئ يا فور يا جبال كامل يروح كاع ما شاء الله مرحبا بكم المهم خونا هذا عنده لاتين ما شاء الله والكوكب اللي يجي البلاصه هذه يتهلا يشري عليه يسال ما شاء الله والله غير هذا اللي ولا لا طريق كي كنا جايين الخطره الاولى قعدت لقينا معاه تحت فلافي قدام دارهم هو رشدنا وهو اللي رشدنا للمكان هذا يا. الله الانسان ربي يحفظه يا الله يبارك الحال هاي ناشطه ما شاء الله مشوي بريت من هيك طوماطيه المكوي كلك يا اخوي الله يبارك ما شاء الله عبد الله بعد ما شعلنا الشواية ما شاء الله وصل لهنا زيد اللحم زيد الحار من نايا الحميص ناسي ما يزيد في الحار راهي مقلبه يا خويا شو كان عاصمة يا خويا اصبر نحيو الخبزي نعاودو نحط نخليوه شويه في الماء خليه يبرد يطلق روحو مليح يزيد يخلي يتقاهل من بعد ذاك لقموه وعاود سخنه سمنا مش بنادم انا سمنا مش بنادم انا راه ريح بكري ريح علاش عبد الله شفتوك احنا نجيبو البصله صباح الخير صفايا عليك صفايا والله لازم اعطيني صفايا على يدك الممالح هذا يرحم بابك نزل ما يشرب ليش هكذا على بالي ما يشرب ليش لما الاطفال شلي له ماشي مشكل عاود هاك نحينا الكبير ايوه شلي له شويه نحينا الكبير نزل مهول يا اخويا مهول الرعدة يا جدك باك تغرق لنا يا حيما العرق لا يا لا تقبى ما مهنا تقبى هيا طيب باك هاي ليكي باي هاي اجت
كل الاول يولفوا بك يولفوا بك في شيء راح يرمي جرت متى يا اكسرنا كرسي ها اكسرنا كرسي هاك كنت لازم تاع الحطب ومناره لا لا دي ما هاك في كاميرا كاشيه لا لا ما ديرهاش هكذاك تبان حطها هناك اللي ما كان حتى واحد انت واش دير عبص بص اقعد برك كاميرا كاشيه يا خويا بك اقعد شيطان ما حسناكمش روح منها روح منين البارح ضربنا فيها اللحم اليوم نضربوا فيها المطارون يا اخي هاي الكاميرا ما نزيف نزيف البارح تاكل في اللحم ديم كل المقارون يا اخي نزيف ما يفرقش بسم الله يا اخي كرسي هكذا بيت فرماج تاعك هذا يا المتشرد فرماجة بنينة بصح 500 يامل طيب بنينة يقول لك ستيكات سعيد هو ستيك يقول لك طيب مليح ها ما كاينش لي بومب ياكل هذه المهم اللعبة راهي ديمارات قال لك فيها لي بومب ولا شبحة راه انا ما رضوش نبداو من الاول راح نديروا معكم لعبه جديده وهذه اللعبه فيها شروط انا وهي خاوتي اللعبه هذه كاين عندنا الدومين واش نديروا هذا الدومين نديروا كما رانا حنا 8 عيبات كل واحد والرقم تاعو يبدا من 1 حتى ل 8 ولهنا راح تكون اللعبه سهله مش حاجه صعيبه اللي هي اننا اللي يطيح عنده الرقم اللي يكون مثلا حنا رانا نلعبوا على واحد يطيح عندك رقم واحد واش دير انت تولي تغمز لهذوك خاوتك اللي راهم معاك كيما نقولوا دوك انا مثلا طاح عندي الواحد نغمز ليه نغمز له يحط الحجره تاعو ولا هنا خاوتي اذا كان واحد اخر غمزت له والثاني اللي يكون قدامه شافني باللي غمزت له راني انا اللي خاسر وإلا ما شافونيش حتى نخسرهم كاع نطيحهم كاع بالحجره حتى يبقى الاخر هو الخاسر يروح يدير لي بومب هذا هو شروط اللعبه ونورمالمون راكم فهمتوني وتبعوا حتى الاخير وراح تضحكوا معاه واش منعين ما كذبوش واش منعين هذا خلاص صح هذا
خلاص هبط هبط لا حبس انا ندير لي بوب نديرها علاش ما هدرتش من الاول خلي نتاكد نتاكد مو نجيب لا لا بصح لا لا قبل ما نهبط غير تشوفوا خمس قولوا خمس استنى استنى واحد دول ثلاثة أربعة ستة ثمانية تسعة عشرة أيوة صح أيوة واحد زوج ثلاثة هذه مرات اللعبة طيب على واحد أنا اللعبة أنا نمرة أنا نمرة اللي عنده الآلة فار إكزومبل أنا غمزوني أريدها بس إذا غمزناك أنا أغمزك بس شفتو غمزك أنت بس أغمزك أنت ستوك يا غمزك عشرة ليفوب عشرة ليفوب عشرة ليفوب أنا صيدت بعد عشرة ليفوب وبالكاميرا عشرة ليفوب لا لا بالكاميرا داخلة في اللعبة كيفاش شوف فيك شتك أنا كبير لا لا من بعد كوفت روحي شوية بس لا والله غير عرفتوا بلي غمزة جد تعاود طاحت فين دوز يا الله غير عاود طاحت فين دوز يا اخويا انا نسيحوا لك بوحدك انا نسيح والله ما على بالي واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه عشره اليوم اليوم خمسه اليوم تخدم البرا اليوم خساره ها احنا حنديروا ليكم على كبرنا يا خويا في عمرنا 90 سنه زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره ايه تعيط البطه هاي واحد زوج ثلاثة أربعة نزم البحر هذا ونزم البحر تعرف نزم البحر عشرة مش عندك نكشبك لا مش عندك مش عندك هو عندك ندير لي انا خدمت مع رشيد راهي ليفري ريسكي كاميرا دارت هبيه كات ميموار كاميرات بزاف لي فيديو في الطريق هذه وفيديوهات شابين قدر الله وشاف على دوكا نديت لكم من لي فيديو تاع التليفون حاجه ما كنتش داير لها حساب وصرات قدر الله وشاف على المهم رانا رايحين الشاطئ اوران تبعوا معنا وتشوفوا معنا شاطئ اوران حاجه واحده اخرى خاوتي وشنو قدر الله وشاف على خاوتي لقيناها في حله غير جيده لقينا فيها الغاشي بزاف حاجه الاولى والحاجه الثانيه مسخوتي الناس مازالها ترمي زبل كارثه كارثه تابعوا الفيديو حتى الاخير اللي حاب يبارطاجي الفيديو بارطاجي خاوتي كيف الناس كاع وان شاء الله ينال الاعجاب تاعك
الفراشه خبز وفول. هيا اكرم ماي، هيا اكرم ماي، هيا ثم الجلوس. هذول واخدين نمهم ونرجعوا فيه توزنوا دي معرض ولد بيبي. ها؟ ايه اذا لحقت العشرة ولا راح النهار. والله راح النهار. فيها قهوة مع صباح يا كان يعرف الهادي من يوم تيجي فيها. يوم تولى سبتمبر. أنا نحب في لافة سبتمبر. تقل البحر كان الغاشي يبدأ دخلت القلعة. دع الأيام تفعل ما تشاء. وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع لنازلة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا ترى للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. راح ينال الاعجاب تاعكم انتظرونا في فيديو جديد.
ومشاهدة ممتعة للجميع. وما تنساوش تبارطاجو الفيديو رانا نتعبو يا خوتي، على الأقل ديروا إعجاب للفيديو وتعليق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي فيديو جديد إن شاء الله.